الخبر اول اللي عاد انا محمد جواني يا حبايب ومشكلته ويا قمر الطاي وبيسان وانس يا حبايب رد على هذه المواضيع طبعا شفت وياه بالمقطع وتحدانا جواني ان وصل تعليقات 20000 تعليق واضح في جيش مملكه القصص يا حبايب ما راح تخذلوني وراح نفجر التعليقات الرابط وصف التعليقات روحوا شوفوا مقطع جواني فجروه بيضيفوا لنا زي شويه ستوريات عشان يتبرع بها لابو فله يا حبايب 50000 دولار عم يسوي عمل خير الله يوفقه يا رب والله يرزقه اكثر. ننتقل حاليا لانا محمد يا حبايب وش صادم سوته واللي هو الغاء المتابعه على قمر الطاي يا حبايب بشكل صادم عن ما سوت لها شيء وعن يا الهم سوت لها اي شيء طاهم هم لغوا الفولو عنها. بالنسبه لساعة السبب يا حبايب الاغلب متوقع انه بسبب لانا حاليا تحب نورمار بسبب انه قاعدين يطلعون بعض بشكل مو طبيعي كل شويه قاعدين يطلعون ويا بعض وانه قمر الطاي هي حبيبه نورمار السابق حسب ما احنا نعرف هذا خلى انه يصير مشاكل بيناتهم يمكن حزازيه. فاكتبوا لنا بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع بالاضافه انه فانزات قمر الطاي يا حبايب ومتابعينها صاروا يتهجمون على نورمار ولانا بعد تنزيلهم هذا المقطع على الانستغرام اللي هو عشان يرقصون بي ويا بعض بنفس الوقت نوعا ما تقمين ويا بعض نفس اللبس. هذا خلى شويه كومنتات يا حبايب تجمعون عليه انه لانا مو حلوه انه حلو الفيديو ولكن لانا مو حلوه بسبب انهم يريدون نورمار فقط انه هو يصور ويا قمر الطاي اللي هم يحبوهم ويا بعض. فاكتبوا لنا احبائي بالكومنتات هل استحقوا هذا التهجم يتعرضوا له او لا. ننتقل حاليا ابو فله يا حبايب والتهجم اللي تعرض له من احد الاشخاص يا حبايب اللي دخل البث مالته بشكل صادم. طبعا ساعة سبب هذا الشخص هو يحب ابو فله ولكن دخل عليه يمكن استغرب من شافه راح اعطيكم لقطه يا حبايب شوفوها. والله العظيم والله العظيم انا طالب وربي يوفقكم قاعد اسوي ننتقل حاليا للخبر الصادم يا حبايب اللي هو نوعا ما مفرح طبعا سربت لكم اياه امبارح يا حبايب اللي هو خطوبة باريش دادا ويا ياشيم يا حبايب. باريش اليوم نزل شوية ستوريات يعني من خلالها انه ان شاء الله الخطوبة تمت هو وياشيم وراح ينزل مقطع اليوم الساعة الجمعة يعني بعد 3 ايام الساعة بالاربعة راح يعلنون به الخطوبة. فكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا هذا الخبر وبنفس الوقت طبعا يارا يا حبايب نزل شوية ستوريات بارك لهم على هذه الخطوبة راح احط لكم الستوريات مال يارا شوفوها. هاي لوسن كان كا على الخطبة ان شاء الله الف مبروك وعم نستنى الغنية لحتى نشوف الابداع كانكا هدي هاي اللي قلت فكتوا لحبايب بالكومنتات شو رايكم بخطوه باريش دادا. ننتقل حاليا للتهجم يا حبايب اللي تعرضت له امير الحسين بعد تنزيل هذا التيك توك اللي كان ويا هذا الولد اللي هو نوعا ما الولد اللي استبدلته بمحمد كريم كانت حاطه اغنيه مسيطره. هذا خلي الكومنتات نوعا ما يتهجموا عليها ويكتبوا لها كومنتات سب ونفس الوقت تهجم انه مستحيل يوصل لمحمد كريم. فكتوا لحبايب بالكومنتات تحقق التهجم تعرضت له او لا. بالاضافه النارين بيوتي يا حبايب هم نزلت هذه الصوره نوعا ما كانت فستانها شويه قصير من جوا خلي شويه كومنتات يسبوها وتقولوا لها انها انت متاكد انك مسلمه من هالكومنتات. فكتبوا لنا حبايب الكومنتات استحقت تهجم تعرضت له او لا. ننتقل حاليا ابو فله يا حبايب واخيرا وصوله 10 مليون مليون تبرع. طبعا رغم انه هو وصل 10 مليون ولكن ما سكر البث حتى وصل 11 مليون واستلم جائزه جينيس يا حبايب الارقام القياسيه اعلى شخص بالعالم وبالكون كله يحصل دونيشن 10 مليون بث واحد. وطبعا هو صار يبكي ولقطة الصراحة كلش حلوة ان شاء الله. الف مبروك ابو فلة راح احط لكم اللقطات شوفوها. دولار لصالح الحملة ولسداد جميع المبلغ وان شاء الله المبلغ هذا راح يكفي واكثر ونشكر جميع المحسنين والمتبرعين القائمين على هذا العمل الانساني الخير في دولة الامارات وخارج دولة الامارات ودائما دولة الامارات سباقة في عمل الخير والانسانية وندعو طبعا حضرتك الله يسلم وفريق عملك بالإضافة إلى المحسنين لمشاركتنا ميدانيا في عدد من الدول سواء كان في حملة الاجتياح حول العالم أو في حملات أخرى لمشاركتنا ميدانيا في هذا العمل. أكرر أشكر وأشكر جميع العاملين على هذه المبادرة وأتمنى لكم التوفيق ونحن دائما داعمين لمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واحنا شركاء مع المبادرات الاخرى في مشاريع كثيره الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير واتمنى لكم التوفيق اخوي ابو فله ونحييك مره ثانيه. الله يعطيك العافيه ويجزيك الخير يا ابن الله يعطيك العافيه ويجزيك الخير. واجبنا واجبنا وإن شاء الله أخواننا حول العالم يستفيدون من هذه المساعدة وتغطي لهم إن شاء الله بقدر أكبر إن شاء الله بدعمكم وبدعم المؤسسات الإنسانية داخل وخارج الدولة بإذن الله واحد الله وننتظر إن شاء الله منكم الفريق تكونوا معنا إن شاء الله في الحملات الجاية بإذن الله واحد الله بإذن الله بكم معنا والله يجزيك الخير ويجزيك الخير ويجزيك الجميع إن شاء الله نشوفكم على خير
ربي يجزيك الخير شوفك على خير الله يسلم وإن شاء الله أظن أنت جاهز عشان تطلع من الغرفة والناس ينتظرونك طالع من الغرفة يا ابني طالع من الغرفة وكلي فخر وكلي فخر وكلي فخر الإنسانية وكلي الإنسانية من أجل الإنسانية إيه يا جماعة هذه هي عمارات يا سادة جزاكم الله ألف خير ما قصرت الله يعطيكم ألف عافية شكرا لكم ربي يجعلنا في ميزان حسناتنا يا رب 10,776,000 دولار 107,000 عدد العائلات المستفيدة 10 بس طلع من الحجر يا حبايب او المكان اللي هو كان بيه مده 10 ايام التقوي نور سار وحضنها واضح انه كلش فرحان بوصول هذا المبلغ. روح حاليا لانس بيسان يا حبايب الختام واللي هو البث المباشر اللي كان انس يسال بيسان هل موافقه على الخطوبه وهي قالت يا ابو موافقه فهذا يعني يا حبايب الرسميين هم خطبوا فان شاء الله الف مبروك على الخطوبه راح احطكم اللقطات تشوفوها. موافقه؟ اه خلاص يعني خلاص موافقه لشو؟ طب اوكي 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 بدي اسالك سؤال هسا لما نعمل الخطوبة وين راح نعملها في دبي ولا بالأردن؟ أناس وين راح نعملها؟ بعدين بنحكي بالتفاصيل. لا حبايبي برأيكم أعمل الـ الخطوبة بالأردن ولا في دبي؟ وين برأيكم؟ وين 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 وين؟ بسان أغير البلوزة حلوة البلوزة؟ أمان حلوة مين؟ بوصل حبابنا وصلت المقطع المقطع جاوبكم فجروا مقطع بلايكات وبس لا تنسوا مقطع جواني بالوصف روحوا فجروا 20,000 كومنت وبس مع السلامة.